هذه الكتب تساعد المختصين في التربية الخاصة وفي صعوبات التعلم على وجه الخصوص على التعامل مع الأطفال ذوي صعوبات تعلمية. إحنا أنجزنا كتابين من هذه السلسلة. الكتاب الأول يسمى جذور الصعوبات التعلمية وتجلياتها في القراءة والكتابة والحساب والرياضيات. الكتاب الثاني اللي هو عبارة عن نسميه التقييم والتشخيص في صعوبات التعلم. يعني إحنا أوردنا فيه حالات واقعية. طبعاً اشتمل الكتاب على أدوات تقييم وتشخيص نسميها مقننة وغير مقننة. يستطيع الفاحص أن يشخص الطفل ذا الصعوبة التعلمية. أهمية هذا الموضوع اللي نحن عم نشتغل عليه نظراً لانتشار صعوبات التعلم، يعني 51% من الإعاقات بتكون ضمن هاي المظلة، ممكن يكون عندي صعوبات التعلم 51% و 49% من باقي الإعاقات المختلفة. كتاب بالمشاركة مع دكتور عبد السلام حمادي عبد السلام والدكتورة وفاء شعبان، اثنيناتهم مختصين بالإعاقة وتحديدا بصعوبات التعلم، ألفوا كتاب نوعي حقيقة بمجال صعوبات التعلم والتشخيص وبرامج تدريبية، توعية الأهل، توعية المختصين بأهم محاكات تشخيص صعوبات التعلم، أهم الاضطرابات النفسية والانفعالية والسلوكية والمعرفية اللي هي بالذاكرة وبالانتباه وبالتفكير بالإدراك، صعوبات اللغة، بالمهارات الأكاديمية اللي هي الأساسية بتجي القراءة والكتابة والتعبير الكتابي والرياضيات. فكان الكتاب نوعي حقيقة، وأنا اطلعت على محتواه على عجالة وشفنا أنه فيه مراجع كتير وحديثة باللغات، يعني اللغتين العربية والإنجليزية، يحتوي على أمهات الكتب حقيقة تم الاستعانة فيها لحتى طلع هذا الإنتاج العلمي أو هذا المخرج بشكل يعني نحن بنشوفه بمستوى عالي من الجودة. هذا الكتابين كتير طبعا حبيت أكون أنا راعية لفكرة توقيع هذول الكتابين، لأنه هنا فعلا لهم أثر كتير على الواقع وعلى أطفال صعوبات التعلم. طبعا في ناس كتير لهلا ما بتعرفش يعني أطفال صعوبات التعلم اللي هن ما بيكونوا عم بيجاروا أقرانهم بالصفوف بمستوى التعليم، هن أكيد هن ما لهم أغبياء ولا متخلفين عقليا، بس هن بحاجة إلى تجاوز بعض الصعوبات التعلمية. هدول الكتابين كتير غنيين بهي المعلومات وهي الاختبارات العملية للأطفال صعوبات التعلم. كيف ممكن معلمي غرف المصادر، المعلمين العاديين، الآباء والأطفال يقدروا يتجاوزوا المصاعب ليكون هذا الطفل ماشي بطريقة صحيحة وماشي بالصفوف العادية وبالمستوى التعليمي المناسب. نحن بحفل خاص حول توقيع كتابين في مجال صعوبات التعلم، اللي يعتبروا هالكتابين هن ضمن سلسلة قائمة عن صعوبات التعلم. هالسلسلة بتضم 5 كتب وإن شاء الله بتكون شاملة لكل مجال صعوبات التعلم، لكل ما يقال حول صعوبات التعلم.